نعم، بكل تأكيد بعد الأحداث الأخيرة التي لعب العراق دورا مهما في سياسة الشرق الأوسط، خصوصا في المحور العربي، وكذلك التقارب الإيراني السعودي، يتطلع العراقيون الآن والسياسيين العراقيين باتخاذ هذا المجال بابا للانفتاح على السياسات الخارجية، وكذلك لملمت شمل السياسة الداخلية من خلال السياسة الخارجية. يتطلع العراق إلى لعب وساطة كبيرة وأن يكون محور كبير على غرار ما كانت عليه الحكومات السابقة، خصوصا أن السيد محمد الشيع السوداني وحكومته مدعومين من أطراف خارجية وكذلك أطراف داخلية وسياسية داخلية، وتأييد سياسي داخلي لهذه الحكومة، على الرغم من هنالك هفوات كبيرة داخلية، لكن السيد السوداني وحكومته لهم دعم كبير على مستوى الملفات الخارجية وخصوصا الملفات السيادية. يتطلع اليوم يعني الحكومة العراقية وكذلك السيد محمد الشيع السوداني يتطلعون إلى أن تكون هنالك وساطة كبيرة في السودان، وكذلك يعني التشاور مع مصر وأيضا مع بعض الدول العربية الإفريقية من أجل لعب وساطة كبيرة في الشرق الأوسط، على اعتبار أو في أفريقيا على اعتبار العراق أصبح لاعبا رئيسيا في جامعة الدول العربية، وأصبح له كلمته الكبيرة التي تعلو فوق جميع يعني الدول العربية، وبالتالي يريد أن يكون يعني في موقعه الرئيسي في يعني في مكانه الرئيسي من أجل تخليص بعض البلدان، على الرغم ما عاشه العراقيون سابقا من هذه الأمور. كذلك بعد زيارة وزير الخارجية الأوكراني وقبلها الروسي، كان هنالك يعني تفكير جدي وواضح من قبل الحكومة العراقية باللعب وساطة كبيرة من أجل التقارب الروسي الأوكراني ومن أجل حلحلة الخلافات وكذلك وقف إطلاق النار في كييف وكذلك يعني روسيا، وبالتالي يريدون يعني الحكومة العراقية تريد أن تكون لاعب رئيسي ومحط أنظار جميع الدول العربية، على اعتبار يعني الحكومة العراقية بدأت تستعيد شيء من سياستها الخارجية، وكذلك السيد وزير الخارجية فؤاد حسين يتطلع لأن يكون أول سياسي عراقي يقارب يعني أو يصالح الدول الغربية وكذلك الأفريقية، ويريد أن يكون هنالك يعني لا أن يكون لاعبا وسيط في هذه المشاكل وهذه التدخلات، ويريد أن يكون العراق لاعبا. يمكن أن تنجح هذه الوساطة وهو لاعب وسيط كما تتحدث وقلت يعني في بداية المداخلة أنه هو اليوم مؤثر في الجامعة العربية، ولكن اليوم لو نظرنا إلى الداخل العراقي، العراق اليوم يعاني من مشاكل، مشكلة المياه، مشاكل داخلية خارجية، مشروع الموازنة أيضا، ومشاكل بين الأحزاب السياسية معتز. نعم، بكل التأكيد هذه الوساطات يعني هي قليلة وواضحة أمام العلن، لكن الحكومة العراقية ترعاها بشكل كبير، ويعني حتى نسبة نجاحها قليلة جدا، لكن الحكومة العراقية تفعل يعني ما تراه مناسبا. من ناحية المشاكل الداخلية، كثيرة هي المشاكل الداخلية على المستوى السياسي العراقي، على اعتبار هنالك يعني من 2003 هذه اللحظة إرهاصات كبيرة بالعملية السياسية، والحكومات المتعاقبة على هذا البلد دمرت هذا البلد وأسست لخراب هذا البلد. يعني في الوسط والجنوب هنالك الكثير من المشاكل على المستوى التحتية والخدمات والتعيينات وملفات كثيرة منها المياه والنفط وأيضا ملف الصحة وملف الزراعة التي كانت يعني من أهم مشاكل الحكومة العراقية في السنوات الماضية وحتى في هذه الحكومة، وكذلك ملف مهم جدا هو السيادة العراقية. يعني العراق يحاول أن يخرج من عباءة الدول المسيطرة عليه، لكن حتى هذه اللحظة هنالك خروقات تركية على العراق في بالنسبة لملف المياه، وكذلك بالنسبة لملف ميناء الفاو وطريق الحرير، وكذلك بالنسبة للملف العسكري يعني إقليم كردستان وأيضا محافظة نينوى. وبالتالي هنالك كثير من الملفات التي يجب أن تنتبه إليها الحكومة العراقية، وأيضا من أهم الملفات التي تنتبه إليها الحكومة العراقية هو ملف المناطق
المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وكذلك يعني بغداد، يجب عليهم تسوية الخلافات في هذا الأمر، وكذلك منصب محافظ كركوك وما إلى ذلك. المشاكل الداخلية العراقية التي أرهقت كاهل الحكومة أو كاهل الدولة العراقية باستمرار تعاقب الحكومات العراقية، السيد محمد الشيع السوداني بدأ يرتب أوراقه من الداخل، بدأ يعني بحل المشاكل واحدة تلو الأخرى من أجل لملمة البيت السياسي الداخلي العراقي، على اعتبار البيت السياسي الداخلي منذ يعني عقد كبير من الزمن ومنذ سحاب التيار الصدري حتى هذه اللحظة هو متشدد داخليا، المستقلين في جهة وبعض الجهات السياسية في جهة والإطار التنسيق في جهة، خصوصا بدأت تطفو على سطح خلافات كبيرة بين المكون السني وكذلك يعني المكون الشيعي، وعلى يعني على رئاسة البرلمان المتمثلة بالسيد محمد الشيع أو عفوا بالسيد محمد الحلبوسي هنالك خلافات كبيرة. بالتالي السيد يعني محمد الشيع السوداني وحكومته أمام تحديات كبيرة داخلية قبل أن تكون خارجية، على ما يبدو وفي الملفات الكثيرة التي تابعناها وناقشناها من خلال شاشتنا ومن خلال كثير من المواقع أن السياسة الخارجية العراقية بدأت تلعب دورها الواضح، إلا في قضية تركيا لحد الآن لا توجد هنالك وضوح وهنالك غموض، أما في السياسة الداخلية أصبحت صعبة إلى الغاية السياسة الداخلية العراقية، لكن هنالك ملفات كبيرة بدأ معالجتها السيد محمد الشيع السوداني، وحتى ملف الموازنة الذي كان يعني هنالك خلافات كبيرة حول موضوع الموازنة وما إلى ذلك، يوم أمس تم يعني القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة وبانتظار التصويت على هذا القانون، ويبدو أن الخلافات ستطفو من جديد بعد جلسة البرلمان المقبلة التي سيتم فيها التصويت على الموازنة العراقية لمدة 3 سنوات. البعض يتحدث من النواب البرلمان أمس في يعني تصاريح رسمية أن هنالك ظلم في هذه الموازنة، ظلم للمحافظات العراقية، ظلم لمحافظات الوسط والجنوب، أيضا حصة إقليم كردستان وما إلى ذلك. يبدو أن في الأيام القليلة القادمة سوف نشهد خلافات كبيرة داخل أروقة البيت الداخلي، وبالتالي على الحكومة العراقية أن ترمم بيتها الداخلي وتذهب إلى يعني حل الخلافات الخارجية بين الدول الخارجية. أيضا معتز، العراق يدخل اليوم على خط الوساطة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، حدثنا عن هذه الوساطة معتز. نعم، بكل تأكيد العراق بعد أن رعى 3 قمم للدول العربية وكذلك إيران وبعض الدول التي كانت يعني ضد من إيران، وبعد تسوية الخلافات بين إيران والسعودية خصوصا أن بغداد كانت اللاعب الرئيسي في هذا الموضوع، ويعني الصين في يعني جلسة واحدة أو يعني أو جلستين تم إنهاء الصلح بين تم يعني التراضي بين إيران والسعودية وما إلى ذلك، وبالتالي كانت بغداد هي اللاعب الرئيسي واللاعب الأول في هذا الموضوع، موضوع التقارب الإيراني السعودي. بدأ العراقيون أو بدأت الحكومة العراقية بعد هذا التقارب يعني التقدم إلى الأمام ويعني النظر إلى الأمام من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت باستضافة يعني مسؤول روسي كبير وبعدها مسؤول أوكراني كبير المتمثل في وزير الخارجية يوم أمس، وبدأ بلقاءات كثيرة بين يعني وزير الخارجية وكذلك السيد محمد الشيع السوداني، وبدأوا بطرح مواضيع كثيرة، منها واحدة من أهم المواضيع يعني من غير التقارب الاقتصادي والتقارب الأمني وما إلى ذلك من المواضيع التي طرحت على الطاولة، واحدة من أهم المواضيع هو يعني التقارب الروسي الأوكراني ووقف الإطلاق ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. بدأت بغداد تلعب يعني دورها الواضح والصريح من أجل التقارب الروسي الأوكراني، وبالتالي سوف نشهد في الأيام القليلة القادمة تحركات وزارة الخارجية العراقية المتمثلة بالسيد فؤاد حسين مع مباحثات كبيرة في روسيا وأيضا في أوكرانيا من أجل يعني أن يكون العراق بذرة هذا التوقف، توقف إطلاق النار، ويبدو في الأيام القليلة القادمة سوف يكون هنالك مشهد مؤثر للعراقيين في أو للعراق في وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. نعم، أيضا الصين تبدي استعدادها لتسهيل محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، هل يمكن للصين أن تنجح بذلك اليوم معتز؟ وما الذي تريده هي؟ يعني هل هي مثلا تريد أخذ الدور الأمريكي في المنطقة؟
بكل تأكيد الصين بدأت تحارب يعني أمريكا وتريد دور الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، لكن ليس بهذه السهولة. اليوم هنالك لاعب رئيسي في الشرق الأوسط هو أمريكا وحلفائها، وكذلك إيران وحلفائها. الصين تحاول أن تقترب من حلفاء إيران، وأيضا هي حليف واضح لإيران، وأن تكون هنالك يعني سياسة موازية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. فيما يخص التقارب الفلسطيني الإسرائيلي، بكل تأكيد لا تستطيع الصين ولا أي دولة أخرى أن تقارب أو تقرب وجهات النظر بين فلسطين وكذلك إسرائيل، على اعتبار هذه قضية كبيرة، قضية تمتد إلى عقود من الزمن، قضية فيها أرواح مدنيين أبرياء، قضية فيها أرواح الفلسطينيين، قضية فيها أرض مغتصبة. لا تحاول الصين أو لا تستطيع الصين أن تقرب وجهات النظر، على الرغم من أنها سياسة، وفي السياسة هنالك فن ممكن، لكن لا تستطيع لا الصين ولا أي دولة كبيرة أن تقرب وجهات النظر. لكن باستطاعتهم بعد الاقتتال الذي حصل في الصين، والعفو في فلسطين والمسجد الأقصى، باستطاعتهم وقف إطلاق النار فقط، ووقف المعارك بين الأبرياء الفلسطينيين وبين الإسرائيليين. وبالتالي لا تستطيع الصين أن تلعب وساطة كبيرة بهذا الخصوص، على اعتبار هنالك كثير من الأمور التي يعني تقف عند هذه القضية، أبرزها قضية المقاومة وما إلى ذلك التي يتحدث بها الإيرانيون، وأيضا الفصائل المسلحة في كل يعني بلدان العرب، على اعتبار هنالك مصالح كبيرة لهذه الفصائل مع إيران. وبالتالي في العراق وفي سوريا وفي لبنان هنالك فصائل مسلحة تريد أن تدخل على الخط مع مواجهة إسرائيلية وما إلى ذلك من هذه التفاصيل. فهنالك يعني غموض يشوب هذه العملية، ولا تستطيع الصين ولا أي دولة أخرى أن تكون لاعب رئيسي في وجهات النظر بين فلسطين وكذلك الإسرائيليون، على اعتبار أن هذه قضية تمتد إلى آلاف السنين، ولا يستطيع أحد أن يخلص الفلسطينيين من الإسرائيليين إلى أن يأتي اليوم الذي ينتظره الكثير. وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، كنت معنا من بغداد معتز أيوب مراسل اليوم، شكرا جزيلا لك.